القارئ محمد الأسلمي، صوت من مدينة الرباط المغربية. كالكثير من أبناء العائلات المغربية، نشأ في بيئة محفزة على حفظ القرآن الكريم منذ الطفولة. حفظ القرآن في سن مبكرة ليتابع مسيرة الإتقان في عدد من المراكز والدور القرآنية التي تخرج منها حافظا لكتاب الله. بدايتي يعني في مجال القرآن الكريم كباقي القراء الذي التحقت بالكتاب القرآني، وليس ما في المغرب بالمسيد. ومن حسن الصدف أن والدي كان هو الذي يشرف على هذا الكتاب القرآني، لأن أبي إمام ومؤذن في إحدى مساجد العتيقة بالرباط، فحفظت ما تيسر من كتاب الله عز وجل. وبعد ذلك التحقت بالتعليم النظامي التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب. ثم في الإعدادي التحقت بدار القرآن التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي كان يشرف عليها الشيخ المرحوم سيدي عبد الحميد حسين، فتتلمذت على كثير من القراء والعلماء والشيوخ رحمة الله عليهم، وأذكر من بينهم الشيخ الجليل سيدي محمد بربيش رحمة الله عليه الذي درسنا علم التجويد وعلم القراءات، وكذلك الشيخ الزياني رحمة الله عليه، الشيخ أحمد الشرقاوي الذي كان يعلمنا المقامات الصوتية، وكذلك العلوم الشرعية على الشيخ العلوي وغيره من الشيوخ في مجال العلوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه. فهذا تعليمي في مجال القرآن أو بالأحرى في مجال العلوم الشرعية. وإلى جانب ذلك تعلمت كذلك في التعليم الأكاديمي التابع لوزارة التعليم كما قلت، فحصلت على البكالوريا في 1990 وولجت إلى المعهد الملكي لتكوين الأطر التي تعنى بتخصص في مجال التنشيط التربوي لمجال الشباب وكذلك لمجال حماية الطفولة وحتى شعبة الرياضة. فتخرجت في 1994 من هذا المعهد تخصص حماية الطفولة، وعندما أقول علوم الطفولة يعني مجال علوم التربية الخاصة بالطفولة المنحرفة، فجمعت بين ما هو تربوي وبين ما هو شرعي في مجال القرآن الكريم. تكشفت هذه الموهبة منذ الصغر، فأنت تعلم كما قلت سابقا أن والدي قيم ديني بإحدى المساجد بالرباط وخاصة في قصبة الأودية وهو المسجد العتيق من أعظم المساجد في مدينة الرباط وأقدامها. فلازلت أتذكر أنني كنت أتابع معهم قراءة الحزب في السن الخامسة أو السادسة بأصبعي في المصحف الكريم، فكان صوتي يعلو في بعض الأحيان جماعة مع القراء الذين كانوا يقرؤون جماعة، وهذه ولله الحمد سنة حميدة عند المغاربة أنهم يقرؤون حزبا بعد صلاة الفجر وحزبا بعد صلاة المغرب. فالذي لا يعرف القراءة كل يوم يتعلم حرفا أو حرفين ويقرأ ما تيسر من القرآن ويعاهد ما حفظ من القرآن الكريم. فكنت أرفع صوتي، وبعد ذلك كنت أستمع إلى كبار المشايخ منذ الصغر كالشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه والشيخ المنشاوي والشيخ رفعت، فأخذت أقلد هؤلاء القراء. فظهر كأن الشيخ سيكون إن شاء الله تعالى من ورثة كتاب الله عز وجل، لأن كما تعلمون بأن الله تعالى يورث هذا الكتاب لعباده الذين اصطفاهم لهذا الكتاب، وهذا لا شك أنه تشريف وتكليف في آن واحد. استمعت كثيرا للشيخ محمد صديق المنشاوي التي قراءته معروفة عند جميع القراء، يعني بصوت فيه خشوع وبكاء وفيه ترنم يعني أو حسن التعبير أثناء القراءة. الشيخ وكأنه يصور لك الجنة عند القراءة بعض الآيات التي تعنى بالجنان وبما وعده الله سبحانه وما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وكذلك الشق الثاني من النار، أو حتى في بعض القصص والحوارات بين فرعون وموسى أو بين إبراهيم وقومه إلى غير ذلك. فتجد الشيخ يصور تلك القصص القرآنية بشكل أو بجبلة طبيعية، وهذا هو المعتاد.
وكذلك الشيخ رحمه الله عليه يوسف كامل بهتيمي كذلك الذي طبقاته الصوتيه يعني ما شاء الله يعني بين القرار وبين الصوت الحاد طبقات كثيره، ولكن يصعب على الكثير من القراء الاتيان بمثل قراءته. ثم بعد ذلك انتقلنا الى المدرسه النغميه وهي مدرسه الشيخ مصطفى اسماعيل الذي صراحه يعني كان ثوره في الاتيان بالقراءه المحبره والمجوده على نمط جديد. فهذا الاختلاف وهذا التنوع، ولا ننسى كذلك الترتيل، خصوصا ترتيل القران الكريم، حيث نجد كبار المشايخ كلهم موجودين الان في الحجاز، يعني وكانهم يعني جمعوا الترتيل الا في الحجاز باصوات نديه، كالشيخ محمد ايوب والشيخ الاخضر في المدينه والشيخ الان عبد الرحمن السديس والشيخ سعيد شريم، يعني كل واحد من تجد له نمط خاص بالقراءه. وهذا يعني القراء الان في العالم الاسلامي كثر، لكن من الذي يستطيع ان يضع بصمته اثناء القراءه تجد قل. فلهذا حتى مرتبه الترتيل من اصعب المراتب، لان يعني الكل يظن بان التحقيق هو الصعب او السهل، لكن اصعب هو الترتيل. كيف يمكن لك ان تكون قارئا متميزا عندما ترتل القران الكريم وتضع بصمتك في القراءه؟ مثلا في الترتيل اجتهدت اكثر من 5 سنوات او 6 في الترتيل، والحمد لله الاخوان القراء في المغرب خصوصا في مدينه الرباط او السلا الكل يشتكي مني لماذا انتقلت من التحقيق كالطريقه المنشاويه او الطريقه البهتيميه او الطريقه مصطفى اسماعيل الى الترتيل. فقلت وجدت بان الترتيل اصعب من التحقيق. يعني ما يسالون لماذا؟ لان ما يمكنش تضع نفسك مع كبار القراء اذا لم تجتهد وتستمع وتستمع وربما قد لا تصل. مثلا الترتيل، مثلا نعطيك نموذج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله. هذا نموذج من الترتيل يسمى مقام السيكا، ولك مقامات أخرى. فالترتيل كيف تستطيع أكثر من ساعة أو نصف ساعة أو 45 دقيقة تحاول أن يكون نمطا واحدا يستمع القارئ ولا يمل. التحقيق مثلا مرتبة أخرى التحقيق. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون.
لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء قلب منيب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. رغم شهرته في المغرب كمقرئ للقرآن الكريم وأستاذ للتجويد والحفظ في دار القرآن بمدينة تمارا قرب الرباط، يعمل محمد الأسلمي في وزارة الشباب والرياضة المغربية كمشرف على متابعة أوضاع الطفولة المهمشة، وهو المجال الذي استفاد فيه كثيراً من ثقافته القرآنية الواسعة. يعد القارئ محمد الأسلمي من القراء المغاربة المتفوقين بشهادة عديد المؤسسات المغربية والعربية، وقد نالت مشاركاته الواسعة في المسابقات الدولية التقدير لحسن أدائه وجمال صوته، بالإضافة إلى مشاركاته في البعثات الدينية لوزارة الأوقاف المغربية إلى عدد من الدول الأوروبية، حيث يؤم المصلين من أبناء الجالية المغربية في شهر رمضان من كل عام. منذ بدايتي في الثمانينات في تعلمها علم التجويد والمشاركة في المسابقات الوطنية، وبعد ذلك المشاركة في إحدى المسابقات الدولية، وأقصد بالذكر هنا مسابقة مكة المكرمة، المسابقة الكبرى التي تقام في رحاب مكة المكرمة في التسعينات، وبعض المشاركات في إيران وبعض المشاركات في بعض الدول الأخرى. يعني تشجع حفاظ كتاب الله وقراؤه في التنافس في الإتيان بالقراءة، أولا القراءة الصحيحة التي توافق قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون صحيحة بميزانها وبأحكامها المعروفة في علم التجويد. فالسر في ذلك كثرة دور القرآن، سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التي كانت خاصة، والآن الحمد لله كله أصبح تابعة لوزارة الأوقاف من ناحية التسيير ومن ناحية العناية ومن ناحية المتابعة للبرامج المسطرة في هذه الدور، فأعطت أكلها ولله الحمد. وهذا لا يخفى عليكم العناية الخاصة التي يليها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للشأن الديني، وخاصة للقرآن الكريم وكذلك حتى للعلماء. فهذه العناية وهذا التنافس خلق وحسن الصوت كذلك، حسن الأصوات، لأن رغم أنهم يقولوا عنا أن المغاربة أصوات ليست عربية أصيلة وليست الأصوات أو بالأحرى أصوات بربرية، لكن محاكاتهم وتقليدهم لكبار المقراء في البداية يعني، وتدربهم على القراءة وسماعهم واحتكاكهم بينهم،
أدى إلى نبوغ كثير من القراء ولله الحمد في عدة مسابقات دولية. مؤخرا يعني أصبح القارئ المغربي في المسابقات يضرب له ألف حساب، بعدما كان القارئ المصري والسعودي وحتى الفارسي والإيرانيين كذلك يعني كانوا يجتهدون، الآن أصبح القارئ المغربي ينافس على المركز الأول يعني بسهولة، لا يجد صعوبة، خاصة وأن الحمد لله الآن نحن في دور القرآن نكمل ما تعلمناه ونعلم قراءنا البراعم والشباب الذين يعني قطعوا أشواطا في هذا الميدان، سواء على مستوى الحفظ أو تعلم علم التجويد والقراءات. فنبدأ معهم ما يسمى بالعمل التقني والأدائي لتحسين القراءة. فهذا التأطير والله الحمد يعطي أكلة، وما زال إن شاء الله سيكون في المستقبل القريب في الخمس سنوات أو الأربع سنوات المقبلة تكون آلاف من الحفاظ لكتاب الله. وخير دليل على ذلك أن الآن بعض الدول العربية خصوصا الخليجية تأخذ كثير من القراء فتجعلهم أئمة في المساجد، ومؤخرا بعض القراء أو الأئمة والعلماء الذين يريدون أن يتعلموا بعض الدول الإفريقية المالي والسنغال ونيجيريا وإلى غير من الدول، وأنا زرت هذه الدول، يريدون أن يتعلموا في المغرب العلم الشرعي وخصوصا القرآن الكريم. أما القراءة المغربية لها طبوع ولها ألوان في القراءة، فلا يمكن أن نتحدث عن القراءة المغربية دون أن نرجع إلى جذورها التاريخية. فأنتم تعرفون بأن الاختلاط يعني الإسباني والاستعمار والدخول الموريسكيين، فدخلت أنغام أندلسية إن صح التعبير إلى المغرب، فامتزجت في الزوايا التي كانت يجتمع فيها الناس والذاكرون يجتمعون فيها لقراءة بعض الأوراد وغير ذلك، فكانت هذه الأوراد والأمداح تساغ بصيغة أندلسية محضة. فامتزج ما يسمى كذلك بأن في البداية يقرأ قارئ أو عند الختام يقرأ قارئ، فطبع بعض قراء المغاربة بهذا النموذج للقراءة المغربية. وهنا يحضرني حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الموطأ وفي زيادة للترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العربي، وزيادة للترمذي كما قلت وأصواتها، وإياكم لحون الفسق والكبائر، فإنه سيأتي في آخر الزمان أناس يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح، مفتونة قلوبهم وقلوب النجوم. فإذا العلماء قالوا اقرأوا القرآن بلحون العرب، أي بالجبل التي فطر عليها الإنسان العربي. فإذا راح احتلت السودان تجد لكنة ونغمة في قراءته، عندما تذهب كذلك إلى المغرب تأتي عندنا تجد لكنة في قراءته، كذلك في الجزائر وفي السنغال. لكن الجامع هو أن الإنسان يقرأ بقراءة أو رواية صحيحة. والعلماء قالوا بأن لا يمكن اعتبار القراءة صحيحة إلا لو توفرت فيها ثلاث شروط، أي قراءة بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق اللغة ولو من وجه واحد، وأن تكون في المصاحف العثمانية. والجامع كذلك هو علم التجويد، لا يمكن أن تجد هذا يزيد في الغنن وهذا ينقص منها، أو هذا لا يقرأ بمدي المتصل بجوج حركات، فهذا يعني مسيج القراءة بضوابط أتت من النبي صلى الله عليه وسلم ووصلتنا عذبة طرية ولازلنا نقرأ بها. فالقراءة المغربية كما قلت لها طبوع ولها ألوان، هي صراحة يصعب علي الإتيان بها. لماذا؟ لأن في بعض الأحيان إذا لم تكن تتقن علم التجويد قد تخطئ في النغمة المغربية، لأنها من أصعب الأنغام، ليست هي كما قلت ليست أنغام عربية صرفة، وإنما هي طبوع خاصة أندلسية عند المغرب. سأحاول إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أغلبية القراء في المغرب يجمعون بين قراءة القرآن وبين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناجات وبالابتهالات وهذا يعني معتاد عند المغاربة في محافلهم وفي أعيادهم وفي ذكرى المولد النبوي الشريف وفي الكثير من الزوايا التي تقام في هذا فنحن نعرف بأن الذي يريد أن يتعلم فن المديح والسماع الأصيل لا بد له من أن يذهب إلى الزاوية يتعلم هذا الفن ومن يريد أن يتعلم القرآن الكريم لا بد له من دار القرآن ومن كتاب القرآن ومن شيخ وأن يجمع بينهما هذه الخلطة كما يقولوا خلطة خاصة في المغاربة وربما أعزو ذلك لأن الإنسان عندما يقرأ القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى لا يعلو عليه كلام له كما قلت سابقا ضوابط من قواعد لكن عندما يذهب الإنسان إلى مدح رسول الله في أبيات الشعرية للإمام البصيري أو في ابتهالات أو في مناجات يتحرر من تلك القواعد يتحرر من الغنان ومن المدود فيطلق العنان لصوته في جميع المقامات دون أن يحس بأن هناك قواعد يعني لا بد من الإتيان بها في المدود قد يدير 16 مد قد يدير مد صوته في غير مدين قد كما نقول احنا يرجع وهذا الترجيع لا يكون إلا في الغناء أو يرعد صوته في هذا ولهذا نحن ننصح في بعض الأحيان القراء الشباب للأمداح والابتهالات حتى يقوموا بعمل الترويد الصوتي يكون في القرآن جميل لكن عندما تذهب إلى الأمداح وإلى كذا يمكن لك كما نقول أن تفعل ما تشاء في الأنغام لكن في القرآن الكريم لا بد لك من ضوابط بالإضافة إلى نشاطه كعضو برابطة المجودين بالمغرب للقارئ محمد الأسلمي تسجيلات للقرآن الكريم بإذاعة وقناة محمد السادس للقرآن الكريم بالمغرب وإذاعة مكة المكرمة للقرآن الكريم بالسعودية وبعض الإذاعات المحلية الخاصة بالجاليات العربية في كل من بلجيكا وفرنسا